يعني من عمل شيء مرة سهل لعمليات جراحية خاصة للأطفال ما هي سهلة طبعاً، تعتبر من العمليات الصعبة، وذلك لصغر حجم أجسامهم ووزنهم القليل وكمان تأثير التخدير عليهم. ولكن الأطباء في قسم جراحة الأطفال بمستشفى المواساة بالدمام يملكوا ما شاء الله المهارة والخبرة الكافية والأدوات الحديثة اللي تمكنهم من أدائها بالشكل المطلوب. خلينا نشوف هذا التقرير. يولد بعض الأطفال بتشوهات خلقية تستدعي إجراء جراحة فورية لإنقاذ حياتهم، والبعض الآخر يعانون من أمراض في السنوات الأولى من حياتهم تستوجب تدخلاً جراحياً دقيقاً يتطلب الكثير من الخبرة الطبية ليكلل بالنجاح المرجو. احنا الفئة العمرية اللي نتعامل معها هي منذ الولادة إلى سن 14، والعمليات هي في مجملها ثلاثة أقسام، فيه عمليات حديث الولادة والخدش والرضع، فيها عمليات الجهاز الهضمي، وفيها عمليات المسالك البولية عند الأطفال. فهذه هي مجملاً الثلاثة أنواع عمليات اللي بنعملها. كل الجراحات تتم في مستشفى المواساة داخل غرف العمليات المطورة والمزودة بأحدث الأجهزة وشاشات 4K، والتي تمكن الجراح من مشاهدة المنطقة بشكل دقيق ومن كافة الزوايا أثناء العملية. فيه العمليات اللي تستدعي فتح بطن زي عمليات الخدج اللي عندهم تشوهات خلقية مثل انسداد الأمعاء والفتق في حجاب الحاجز، فهذه لازم يكون لها فتح تقليدي، يعني فتح البطن، وهذه تستوجب إمكانيات بشرية من استشاريين تخدير واستشاريين عناية مركزة وطاقم فني متمرس ذو كفاءة عالية. في عمليات كثيرة بنعملها بالمنظار مثل عمليات الاستعجالية، استئصال الزائدة الدودية، عمليات اختناق الأمعاء، وفيه عمليات مبرمجة مثل الخصية المعلقة، هذه كلها بتصير للمنظار. والحمد لله في المواساة فيه المعدات اللي تخول لنا نعمل العمليات هذه للفئة العمرية الصغيرة جدا. يستعمل الجراح أثناء العملية أنواعاً مختلفة من المناظير الدقيقة وبأحجام صغيرة مخصصة للأطفال. فيه المعدات اللي تخول لنا نعمل العمليات هذه من سن شهرين 3 إلى 14 سنة. احنا هنا قمنا بعمليات تحت التخدير العام لخدج، أقل واحد اشتغلناه هنا هو 600 غرام، والحمد لله الولد الآن في البيت مع أهله. تخدير عند المواليد بيستوجب إمكانيات واحتياطات أكثر من الكبار، والحمد لله هذا الشيء متوفر من نوع المعدات اللي عندنا، وكمالك من الخبرات والاستشارية التخدير الموجودين في المستشفى. يعمل الأطباء في قسم جراحة الأطفال بمستشفى المواساة بالدمام كفريق واحد لمتابعة الأطفال المرضى بشكل دقيق في غرف العناية المركزة لتوفير الرعاية الصحية والتماثل للشفاء بأسرع وقت ممكن. لبرنامج صباح الخير يا عرب، معالي راضي، الدمام.